ما هو حكم من مات بسبب التفحيط؟ التفحيط هو الاستعراض بالسيارة. تابعوا معنا. هل من مات وهو يفحط يعتبر منتحرا؟ إنما يفعله بعض الشباب من اللعب بالسيارات والاستعراض بالدراجات النارية أو ما يسمى بالتفحيط يعتبر حراما، وفاعله آثم لما فيه من الخطورة وما يؤدي إليه من إزهاق الأرواح وإتلاف الأبدان والأموال. فقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل والقال، إضاعة المال، وكثرة السؤال. رواه البخاري ومسلم. ولكن لا يعتبر انتحارا ما لم يقصد به فاعله قتل نفسه.